السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيبقى عنا آخر شيء اللي هي point to point tunneling protocol اللي هي PP2P. بالنسبة لل point to point tunneling protocol حكيت لكم إنه زمان كان secure، هسا بطل secure، فيعني غالبا ما بيستخدموه لموضوع security، لكن configuration تبعته يعني مش معقدة، configuration بسيطة جدا. خلينا بس ننتقل للمكان السليم. طبعا راح نفوت اول شيء على ال VPNs point to point tunneling protocol، او اذا كنتون بس VPN point to point tunneling protocol. شوف هون بيعطيك ال عذرا، هون طبعا بيعطيك اللي هي خلينا نسميها ملاحظة، انه يعني point to point tunneling protocol secure not considered secure anymore وكذا، نفس اللي انا حكيت لكم اياه لكن بالانجليزي بحكي لكم اياه يعني مش طيب. بالنسبة للريدايركشن مش راحين نحتاج redirection enable طبعا. يعني بدك نعمل enable pin to peer to peer tunneling protocol. بعد ما تعمل enable بدك تحط اللي هم يعني طبعا بدك تحط العدد اليوزرز، يعني لو حطينا 50 مثلا، وخلينا نحط السيرفر اللي هم بدهم يشبكوا عليه، يعني بده يستمع عليه. يعني مثلا خلينا نحط نتورك جديدة زي 10.10.10.0. يعني هاي يعني ممكن طبعا انت بدك تحط السيرفر، يفضل تحط السيرفر زي مثلا 254 في اخر السبنت. فباقي الحالة لانه يعني هون بحكي عن الستارتنج، فاذا حطيت هون شيء قليل بحكي لك انه داخل السيرفر تبعك داخل في مجال الريموت ادرس رينج. بس علشان هيك يعني يفضل انك يعني تخليه في تخلي الادرس تبعه مرتفع. ريموت ادرس رينج، ريموت بدك تحدد الستارتنج هون، فعندك من 1 ل 253 لانه عندك 254 حجزناه، فعندك مثلا خلينا نحط 10 على سبيل المثال. يعني طبعا ايش بدنا كمان مثلا اشياء وز راديوس ناس، اذا في عندك نتورك اريا ستورج مثلا راديوس بدعم كل شيء تقريبا. طبعا بدك تحط انكريبشن، لكن انا بحكي لك انكريبشن تبعته ضعيف جدا. وهيك يعني هاي بالنسبه للاعداد، يعني هاي كل الاعدادات اللي بتخص البوينت تو بوينت تنينج بروتوكول. تمام اوكي ماشي، مش راضي يشيلها. طيب خلينا نضيف يوزرز، فبدنا نضيف يوزر خلينا نسميه VRT Vulnerability Research Team ABC 123. طبعا ABC 123 بدك تسميها، طبعا اي بي ادرس تبعه راح يكون عبارة عن مثلا 11 او 10 اول واحد بالها، ونعمل سيف. وانت بتقدر تضيف يعني اكبر العدد اللي بدك اياه من اليوزرز، يعني مش
مين نضيف؟ يعني بس هاي هي الفكرة مثلا له password abc123 abc123 واخر شيء بس تنتهي يعني بس تدخل كل المعلومات تعمل apply changes طبعا بيوفر بروسيسنج سايكل على الفايروول تبعك يعني لما تيجي تضيف رولز يعني هسه راح نشوف اما لما اضيف رول ما بضيف كل رول وبعمل apply changes لا بضيف كل الرولز مع بعض وبعد ما اضيف كل الرولز بعمل apply مره واحده طبعا هون بعطيك خيار انك add firewall rule او تيجي انت من هون بتعمل بتروح على الرولز وبتضيف على الفايروول رول جديدة بس هون طبعا بفتح لك مباشرة على point to point telling protocol بتعمل بلس طبعا يعني هو بروتوكول تي سي بي source anything ليش لانه source احنا ما بنحدده لما نتصل البرنامج تبعك هو اللي بيحدد السورس بورت الك اذا كان عندك اكثر من انترفيس بيتم تحديد ديفولت جيت واي لجهازك ما دام بتصل بالانترنت destination راح يكون مثلا الا النتورك لانه ما فيش عندنا اصلا غيرها يعني destination port يعني توقعش راح تحدده فاحنا راح يعني نعمله anything عشان تكون انت قادر توصل لللان لو انها شبكة ثانية او نتورك ثانية بكل يعني بتقدر توصل لكل السيرفيسز الموجودة فيها وهيك نعمل سيف طبعا هيك هاي هيك يعني كل الاعدادات الخاصة بالبوينت تو بوينت تنلينج بروتوكول عملناها شكرا لاستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.